عسلامة ومرحبا بكم في دنيا كلها سينما. كل عام في أيام قرطاس السينمائية نكرموا بلدان أثروا على السينما في العالم وزادة برشا فنانين. هذاك علاش السنة الجي سي سي سافروا بكم للأرجنتين وإيطاليا. الفيسباكو واحد من أهم المهرجانات في القارة الإفريقية باش يكون حاضر زادة. والسنة نتفرجوا على الأفلام اللي ربحت الجوائز الذهبي من 1969 حتى كشي 2015. من برلين القرطاج يجيونا الأفلام المختارة في دورة السنة من مهرجان برلين. في الجي سي سي فما برشا أقسام كما قسم أقاليم جديدة. وسنة أيام قرطاج السينمائية اختارت باش تكرم مانويل دي أوليفيرا، النوري بوزيد، إيسا جبار والحبيب المسروقي، وزاد معهم نساء السينما المصرية. السنة وكل عادة بانوراما على السينما التونسية، وزاد فما أفلام من سينمائيات العالم الكل. حاسيلو دنيا كلها سينما. وما تنساوش الجي سي سي يبداو بعد 3 أيام.